السلام عليكم، كيف اخبارك؟ تمام، جيتلكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن. صراحه كنت قاعد اتفرج كذا وطلع لي مقطع بدر خلف. عنوان المقطع انه بدر خلف تاب. طبعا انا بدر خلف ما ادري، اتوقع اني قبل تكلمت عليه، ما ادري صراحه. اذا تكلمت عليه معناته كان معي حق. فالحين بتشوف له مقطع وهو تايب. طبعا نسال الله انه صدق انه هو تايب، مو عشان مشاهدات او عشان اي شيء. اوكي، ف اتصلك واشتراك وحسابات موجودة تحت الوصف. تابعوني عليه كام، تابعوني على سناب بعد، وصلوا على النبي. ليتس جو، نبدأ المقطع. اوكي، هذا هو المقطع. كاتب دقائق وتشوفون لك الرجولة. توبة بدل خرف، ونسأل الله له الثبات والقبول. امين يا رب. توقع لسه فيه به لسات جديد على عالم الرجولة، لانه ما حد يكتب لك. مرحبا، معكم بدر خلف بن عبد العزيز بن تركي الحربي من أب سعودي وأم إماراتية. أحب أعتذر لكل الناس على الشغلات الغلط اللي سويتها السنتين اللي فاتوا. ما كنت أفكر صح، كنت بس أبي تعرفون الناس يشوفوني. بس الدنيا ما تسوى، لازم الواحد يفكر في آخرته، لازم الواحد يفكر أنه كيف يجهز حق الجنة والنار. فقررت أني يعني أتوب، اني اوقف الشغلات اللي كنت اسويها والفساتين والامور هذه كلها، وحتى صدري، لان الحين العمليه موجوده. فشليت صدري، يعني بحاول ان شاء الله اني اعدل شغلات كثيره. ابي دعمكم، ابي مساعد. عيال البضاعه كان شايلها، كانت عنده بضاعه صدق بضاعه وشالها. شكله موضوع جد، وان شاء الله والله العظيم ان شاء الله يعني ساعدتكم في التغيير اللي صار. اتمنى توقفون معاي، واتمنى ما في احد يقعد يعايرني ويقول لي انت شنو صرت، انت شو كنت. المهم انا شنو صرت، المهم انا هذه ما هي حركه مرجله قصه انك تذكر شخص بماضيه. كل شخص يعني يا رجال، اذا ربك واللي خلقك وخلقه اذا تاب الله يغفر له. انت ايش تبي، ايش دخلك انت؟ هذا اول شيء. ثاني شيء، يعني ما ادري ايش احس طاحت مشاهداته. والله هذه من نصر الزمان سحب عليه. ان شاء الله، لا ان شاء الله صدق تايب. صراحة انا اتمنى لهذا الشيء. شنو ابي اصير؟ فدعمكم وقفتكم وياي يعني تسوى، وراح تغير ان شاء الله للافضل. مشكورين. طبعا يا عيال، بدل خلف في عنده تخلف كلامي، اللي هو ايش؟ انه كان قاعد يسولف في سالفة زي كذا، فجأة فتل ورجع واعطاك سالفة ثانية كذا، ربطوا مع بعض. غريب مرة. وايد مرة ثانية. آسف جدا على كل شيء صار. طبعا بدر خلف باقي فيه اثار، اللي هو الشعر والدقن. ان شاء الله تكون الدقن ماك شايلها، لان صراحه انا عشان ابي على اطول منك. ما شاء الله علي، استغربي. الشعر تبت ان شاء الله، يعني الله يقبل لك. نصيحه مني، احلق صفر، قسما بالله احلق صفر، لانه لو بتخليه لهنا كي ممكن تحلق لهنا بتقول تشبها بالرسول عليه الصلاه والسلام، بس اذا هنا ترى ممكن يرجع لك الموضوع، كيف يرجع لك موضوع مدري وشو. فانصحك شيء لصفر، ولا سوي زي شعري. شوف كيف الجمال اللي فيه شعري، شوف كيف، ما له طويل ولا شيء. ابوي كل يوم يرزني عليه، بس بخلي سوي زي، ما راح تفكر. صدقني جاي وقت الحليب. ها ابوك خلص تخوف. يعني اتمنى اذا حد فاهم في الاحلام في الرؤيات يفيدني، لان انا مو فاهم شيء. واتوقع اقدر اقول بعد 5 ايام، هذا اللي انا اعرفه. المهم حلمت بواحد من الأنبياء، ما بيكم تتمسخرون، وما راح أقول اسم النبي عشان ما يصير الموضوع طقطقة، لأن الموضوع جد صار. المهم كنت نايم وفجأة أفتح عيني أشوف نفسي في غابة كلها خضار. أوقف أمشي أشوف النبي هذا جاني. أنا ما أعرف إنه نبي، لما قال أنا كذا كذا وقال الكلمة هذه فجأة كذا حسيت نفسي مكان ثاني، أنا قدام بركان. ثانية أشوف نفسي وسط ناس، تعرفون الناس يمشون. الثانية الأخيرة أشوف نفسي واقف وشيء أسود قدامي، شيء أسود ماسك. هل إن شاء الله هذه رؤية؟ أوكي، هي أتوقع بسبب هذه الرؤية الرجال تاب، لأنه قاعد يتكلم بصفة المذكر. كان يقول أنا نايمة، أنا تشي، أنا واقفة، لكن الحين لا، قاعد يتكلم بصفة رجل كنت نايم وإلى آخره. يعني إن شاء الله يا رب، اللهم أني أسألك أنه تقبل توبته، وإن شاء الله يا رب أنه يتب. شوفوا هذا الفستان اللي كنت ألبسه، كنت ماخذنا ب4000 ريال، فريت فلوسي على الفاضي. ليتني هاجد ومسترجل من قبل، ولا خسارة الفلوس. حسبي الله. روحوا.
الحين تبدأ المنامات وتبدأ كل شيء. ندخل على حساب بدر خلف وإن شاء الله أنا صدق تايب. بدر، إذا الحين أنت ماسك حسابك، أوكي، احذف مقاطعك القديمة كامل، خلي بس مقطع التوبة وبعد فترة احذفه بعد عشان تنسى الموضوع كامل، تبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة، والله يثبتك إن شاء الله، وإن شاء الله الله يهدي كل هذولا كلهم، كل النوعيات إن شاء الله الله يهديهم ويثبتهم إن شاء الله، لأنه هذه فيها جهنم على طول. عن الله مشبهنا من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، فتوبوا ترى ضر علينا شوية والقيامة بتقوم وبتودع، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. فتب صدقني توب من الحين، حتى لو اني كنت صالح ورجال، توب يا عيال. بمناسبة ذا الشيء مش بسوي بندخل عكس الدور بنتابع المقال. ده غير شوي دقيقة شوي يا عيال، جسمه كله قديدي، وين معاها؟ وين قلبها؟ القراءة هي جو ببعضهم قرفانات حالهم، ليش يلعن أم الحياة اللي تخلطكم هيك؟ كل هذا مشان مصاري علوة قرفان تقرفهم. شو اسم المادة؟ انجليزي يا سار. انجليزي ان شاء الله، الامر بسيط ان شاء الله. وصلين صفحه كم؟ 114. معروف هذا فربش. يلا ركزوا معايا يا شباب. طيب يا جماعه الخير، مين يقدر يقول لي ايش معنى الكلمه الاولى ابيل؟ ابل يا سار. ابل ابيل كلها نفس الشيء. الكلمه الاولى ايش معناها؟ تفاح معناها؟ ايه صح، تفاح. صفقوا. طيب الكلمة الثانية صار كار كار كار. ابداع. ادب تستاهلون. عال في مقاطع كثير انتشرت اليوم الوطني، والله العظيم الله يعين الحكومة، بس يا رب الحكومة تكفشهم كلهم عشان تعلمهم اليدب. انتشرت مقاطع كثير يا أخي، ليش كل أغراضكم هذه البنات؟ أنا جوالي ومفتاح السيارة ومرات تشتغل فنية وبس، حرفيا بس هذا اللي اخذه معي. مرات حتى جوالي ما اخذه قسما بالله، اروح قضى شغلتي وارجع بس. يما ابي اخذ شمعتك. ممكن تطلع شمعتها المفضلة من عينك بالأخير وعيان أخوانك عشان مرة ثانية عشان يتعلمون هم ما يكسرون. أنا أبوي هيك من واحد ينشت الكسر وكليات مشان كلهم يتعلمون. 16 سنة يا رجل، والله أنك سعودي. Where you from؟ من؟ Where you from؟ قسم بالله أنك سعودي. وشو؟ I am from Bangladesh. لا سعودي. يبي نسولف بالإنجليزي عادي ترى. يا ولد بلا بنغلاديش. ابي اطلق شيء عندك. شك فيني يعني؟ وريك بعد شيء محتاج. الله لا اجل خلاص، دائما انك صدقت ما يحتاجه. مو انت سعوديه؟ لا والله زي ما اقول لك، جيت 2007 جاء 2007 يعني لما جيت انا صار لي تقريبا 16-17 سنه. انا ابوي وسوري، ها وسوري يعني لغته عربيه، جاء من 2000 لحد الان ما عرفت كلام سعودي. أنا جاء 2016 24 ساعة تقريبا مع سعوديين، وقسما إنه أطلق مني ما شاء الله. خالد فهد مهري.
هلا بالمتابعين ان شاء الله في جوله رسميه بيني وبين طبعا هذا قاعد يقلد 100% تعيد بين كريستيانو بعد عيد الاضحى مباشره. تابعوا الاشحاد تابعوني وادعموني يا عيال. صاير مبدع الفتره الاخيره ذا بس انه طبقها بالحرف صدق ترى. حفلة إن شاء الله يوم الخميس لأولادي الشاطرين العادلين يهبلون لأنهم ممتازين فكل واحد فيهم يبي يجيب طبق. أنت يا وليد وش بتجيب؟ أبجيب وش اسمه؟ أبجيب البيبسي ذاك أبو عائلة وسفنة أبو عائلة شاطر. وبجيب حلب نوتيلا وبجيب بعد وأنت يا خليل؟ خلاص اسكت يعني كل زق ترى قد بحثنا. بتجيب انا بجيب يا زين شاي قهوه وشاي اكل اوكي. وانت يا نايف؟ حليب نياق وتمر. ايش بتجيب؟ حليب نياق وتمر. اطلع من الاخير حليب نياق وتمر. هاي Thank you. Make a fire? Yes. Like this? No. Oh, dear. خرب الميلاد وخرب كل شيء. طبعا حرام بس خرب كل شيء. بعدين عيال ايش وضع دول اللي يروحون اماكن يقعدون يقولون اليوم عيد ميلادي؟ تكفى تكفى عطني شيء تكفى عطني شيء. يا حبيبي تقلع بس انا مصرف على روحي عشان اعطيك مجاني اصلا ما تستاهل. فالى هنا يا عيال نكون وصلنا الحلقه. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واستغفر الله كامل. تابعوني على سناب بعد صلى على النبي سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم وسلام عليكم.